الفريدو، الفريدو، لا أحتمل، لا أحتمل بعدك. كل ما حصل بسببها ناس لداد روميرو، سوف أكون له بالمرصاد. سأنتقم من سوليداد، سأفعلها. روزاليندا لن تسمح لك بأن تأخذ الطفلة، ستأخذها هي. لا أظن، إذا كان ستتزوج ستكون الطفلة عائقا، سوف تنجب له. أنت تحكم على روزاليندا بقسوة، صدقني فرناندو. من فضلك لا تدافع، الأمر واضح. أي أم في الدنيا تذهب لرؤية ابنتها؟ باستطاعتي أن أتقبل الواقع بأن روزاليندا لا تريد رؤيتي، ولكني لا أتصور بأنها ترفض رؤية ابنتها. فقد كنت هناك مع ابنتي طيلة فترة بعد الظهر، ولكن روزاليندا لم تتصل لتطمئن على ابنتها. ربما كانت مشغولة. ما هو أهم من ابنتها؟ ها؟ لا يوجد ما يبرر. روزاليندا تغيرت، ليست كما عرفتها دائما، ولن أصر أبدا جيراردو. إنني مقتنع بأنها رفضتني من كل حياتها، وأنا سأفعل مثلها. أنا أريد أن أذهب لدار الدفن ماما. وأنا مثلك، لن يكون ألفريدو وحيدا. ليس وحيدا، فلورنتينو وجميع الجيران معه. فلنذهب معا إذن. أخبرتم بيتو؟ أنا اتصلت به، حاولت العثور عليك طوال النهار. قل لي أين كنت للآن؟ أين كنت أنيبال؟ كنت أقصد هناك بعض المشاغل. ذهبت إلى كشك الأزهار لأسلم على الجد فلورنتينو، وعرفت بأن المتوفى أبو روزاليندا. أتعلمين بأي مقبرة هو؟ نعم، إنه بمكان قريب من الحي. أرجوك تعالي معي، سأقف معها، إنها بحاجة أكثر من أي وقت مضى. سأذهب معك، فقط أغير ملابسي. سأغير ملابسي بسرعة من فضلك. ما زلت أعتقد أنك أقدمت على عمل سخيف. لماذا قللت من شأنك أمام هذه المرأة السخيفة؟ تتكلمين هكذا لأنك لا تحبينه، إنك لا تحبين أحدا. من فضلك فلتكوني واقعية، كلنا سنموت يوما ما. إنما أفكر به هو الذي قاله ألفريدو. ما هو؟ ألفريدو أخبرني بأنه هو الذي قتل خوسيه فرناندو، وبأن سوليداد روميرو بريئة. إنه يفكر بها دوما، وسيبقى هكذا لآخر يوم. قامت حقا بخداعه تلك المرأة المجرمة، واعتقد الغبي أنه لا زال يحبها. إنما ما يزيد من غضبي أنه بحديثه عن الموضوع تمادى باتهاماته لزوجي، وأخبرني أنه لم يكن وفيا، وأنه كان وضيعا، وأن ألفريدو قتله لأنه حاول الاعتداء على تلك القاتلة سوليداد. كل ما يقال مجرد أكاذيب. ألفريدو كان طيبا وعلى الدوام، أنا متأكدة بأنه يريد أن يحمل عنها الجريمة، فكل ما يقوله غير صحيح. تلك المرأة هي المسؤولة عن كل ما حصل معنا، ومن الضروري الآن أن تدفع الثمن. بيتو، عندما ماما تشجرت معك لأنك أحضرت رفاقك إلى هنا، سمعتك تطلب منها أن تعطيك نقودا. هل تزوجتني إذن بسبب النقود؟ لا، مخطئة، تزوجتك بسبب جمالك الأخاذ ورقتك. بيتو، تزوجتني لأجل النقود؟ رجاء كفى، أنا مرهق وأرغب بالنوم. ألن نذهب معا لجنازة ألفريدو؟ إنني مرهق قلت، فتذهبي أنت. أفترض أن أمك لن تذهب أيضا رغم أنها أخته.
فلتنامي أو أخرجي من الغرفة، أي شيء ولكن كفي عن مضايقتي. قضيت معظم بعض الظهر مع ابنتي الحبيبة. بداية ذهبنا مع لبتي عن النظارات لأنها عمياء تقريبا كخالها، ثم أمضينا الوقت بالحديث الفارغ. لقد عرف أنت تريد أن تكسب ثقتها بك. أصبح لديك دماغ تفكر به. قل أكثر. باستطاعتي أن أؤكد لك. إن لم تصمت فسوف أضربك. يوما ما سأحطم أسنانك بسبب لسانك الطويل. وليكن، أنا لا يهمني شيء. لما تحاول أن تجعل الفتاة تحبك؟ لماذا حقا؟ لا أريد أن أغضبك، ولكن أريد أن أعرف لماذا كل هذا الاهتمام. الحقيقة لا أهتم بالبنت، ما يهمني هو أن أجعلها تحبني حتى أستطيع أن أدخل بيتها، وحينها يا عيني سأعرف ماذا سأفعل. فاليريا ألتاميرانو لديها أشياء ثمينة وهي ما زالت جميلة، ربما كانت تشعر بالوحدة وبحاجة لرفيق، ربما تحتاج الحب. سيكون رائعا. كوني كوني، أنا شبعت. لا أريد. لا لقد شبعت. من الصعب أن تتعودي على موت أحد، وبالأخص إن كنت تحبينه. نحن محظوظون لأننا بشر نؤمن بالله. الموت والحياة هما من مشيئته، ونحن مسيرون. نعم ماما، أنت محقة بقولك، بالإضافة أنت بمثل هذه الأوقات تعرفين من هم رفاقك، الناس الذين حولك، جميع من بالحي بقي برفقتنا. وأنا سعيدة، الكل كان معنا. عاد فرناندو خوسيه، ربما هو لا يحبنا كما كنا نفكر. هناك سبب منعه من المجيء. ما هو الأهم من موت خاله ألفريدو بابا؟ بينما من جهة أخرى ماما، أليكس لم يبرح بيتنا ولا للحظة واحدة. سيدتي، السيد فرناندو خوسيه كان هنا ليلة البارحة وأمضى وقتا طويلا مع إريكا. حقا؟ وهل قام بالسؤال عني؟ أجل، قلت له إنك خرجت أنت والسيد أنيبال، وقد تفاجأ كثيرا. لماذا أنت غبية؟ من طلب منك أن تتدخلي بأموري الخاصة؟ قولي لي، من أعطاك الحق لتقولي لفرناندو خوسيه أين أكون أو مع من خرجت؟ تأكدي بأن تكون هذه آخر مرة، وإلا سأطردك. أعذريني، متأسفة. انظري إلى إريكا، إنها جميلة. نعم إنها جميلة. هذه الدمية الجميلة مستعدة للخروج الآن مع ماما. من أين جئت بهذه الفكرة؟ سأخرج، إنما لن أقوم بأخذ إريكا، إنها تعيقني كما أن صراخها يضايقني. ضعيها بسريرها. ولكنها لا تريد. افعلي كما أقول لك، افعلي كما أقول وإلا سأطردك. السيدة ألتاميرانو، السيد لوبيس، السيدة سولانو، السيد زاريتا. هل وصلت نتائج الفحوصات؟ نعم، وسأرتبها. شكرا. الطفلة بريسيناز، السيدة مينديز، السيد روساز، السيدة ألتاميرانو. هذا شيء غريب، مغلفان باسم ألتاميرانو. ألا أبدو مدهشة؟ مدهشة، لكنها تناسب الشابات أكثر. تقصدين أني كبرت؟ فلا تناسبني مثل هذه الملابس؟ طبعا ليس هذا، لكن ما قصدته هو أنك لن ترتدي هكذا ملابس الآن، فهي لم تعد تناسبنا. تحبطينني حتى قبل أن أرتديها. على أي حال، لا أعتقد أنه من المناسب لك أن ترتدي هذه الفساتين في هكذا ظروف. أنت بفترة حداد؟ نعم، أنت محقة. سمعت أنك لن تذهبي إلى دار الدفن أو حتى المقبرة. حتى أحط من قدري وأقوم بالاختلاط بهؤلاء الأوغاد من الناس المغرورين؟ لا، متشكرة. لكن ألفريدو شقيقك،
الذي ابتعد عني.